ازيكم، انا عبد الله احمد ورجعت لكم تاني. احنا بقى هنا هنخش على الترانسليت. هنا احنا عملنا ترانسليت 1 ده فاريبل، كتبنا فيه جود مورنينج ايكو نقطتين فوق بعض جود مورجن وكوما. بس انا عملت بقى كده جود مورنينج وجود نايت واي وشي وهي وي وان وتو. بس هنا بقى عملنا انبوت عشان اكتب له الكلمه و اف واي ايكوال ايكوال جود مورنينج برنت ترانسليت 1 جيت جود مورنينج. دي ان هو لو كتب لي جود مورنينج، لو هو كتب جود مورنينج يطبع له يطبع له اللي قدام جود مورنينج. بس عملنا بقى كده في الباقي، وفي الاخر كتبنا else print this word doesn't exit please try again، ان الكلمة دي مش موجودة. بس هنا بقى هنعملها run مع بعض. ثانية بس اوضحها لكم. اهو كتب لي enter your word do you want to translate، هنكتب له اي، هندوس انتر ايش. بس ايه بقى فايدة ده؟ هنا ده فايدته ان انا عايز اعمل ترانسليت من كلمة لكلمة. يعني انا عايز اعرف جود مورنينج يعني ايه بالالماني، جود نايت يعني ايه بالالماني، اي يعني ايه بالالماني كده. بس انا هرجع لكم تاني في البلانك سيستم. انا هرجع لكم تاني في فيديو تاني في البنك سيستم. انا عبد الله احمد وسلام.